وقفوا في الموقف موقف السيارات الباركن لوت بتاع المسجد من المساء الى الصباح يتناوبون حتى يرسلوا الرسالة انهم لا يقبلون اي تعد على هذا المسجد. وهذا التعاضد بيننا اوجد ثقة بين الناس، ان الانسان تعرفه في وقت الشدائد، وما اكثر الاخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، فتعرفه في وقت الشدة. ايضا صار تعاون بيننا في مجالات كثيرة متعلقة بالصحة، متعلقة بالمشردين في الولاية، متعلقة بإطعام الفقراء، وقامت برامج من هذا القبيل كثيرة بيننا وبين غيرنا. ثم أنشأت الولاية عندنا ما يسمى Faith in Action، هو يعني ترجمة الإيمان للعمل، وأنا رئيس هذا المجلس الآن في الدورة الحالية. ثم كان رئاستي في الإسنة، ووجدت أن هناك قبلي في الاتحاد الإسلامي من أرسوا قواعد هذا التعاون مع أهل الأديان، مثل الدكتور سيد محمد سعيد وهو موجود معنا هنا، والدكتور جمال بدوي وغيرهم، سنين عددا. ثم يعني سرت في ركبهم، وصار التعاون بيننا وبين الجالية اليهودية، وبيننا وبين الجالية الكاثوليكية والبروستنت وغيرهم. ولما قامت الحملة ضد القرآن الكريم وبناء المسجد في نيويورك، اجتمعت حوالي 28 مؤسسة دينية وأعلنت بصوت واحد أنها ضد هذا التعدي على المسلمين، وضد هذه الحملة الجائرة ضد المسلمين من بعض الجهات في أمريكا. وعقدوا مؤتمرا صحفيا تحدث فيه قادة أهل الأديان جميعا الذين ذكرتهم بصوت واحد وب يعني إخلاص شديد في الدفاع عن المسلمين، وقالوا أن الاعتداء على دين في أمريكا كدين الإسلام واعتداء على كل الأديان. ثم انبثق من ذلك يعني لجنة قامت بإنشاء مؤسسة تسمى Shoulder to Shoulder، وكريستينا مديرة هذه المؤسسة هي موجودة معنا في هذا المؤتمر. يقولون فيه نحن لابد أن نترجم هذا الوقوف الذي وقفناه في المؤتمر الصحفي إلى تجربة رائدة يقف فيها أهل الأديان وقفة واحدة، ويستمر هذا التعاون للدفاع عن المسلمين. فأنشأوا ما يسمى Shoulder to Shoulder Standing with our fellow Muslim Upholding American Values. فكانت هذه المؤسسة هي التي تصدت لأي الأعمال الأخرى، وتصدر الإعلانات دائما والمؤتمرات الصحفية كلما قام هناك اعتداء على المسلمين وعلى الإسلام في أمريكا. وهذه الثقة إنما قامت لأننا يعني هناك علاقات خاصة، مثل الدكتور السنوسي أيضا موجود هنا، عندما يحدث أمر يهم الجالية اليهودية ونحن نبادر بالاتصال بهم ونقف معهم. إذا كان هناك من يرفض قضية أن هناك محرقة حصلت واعتداء في التاريخ حصل على الجالية اليهودية، نحن نقف ضد ذلك. وإذا كان هناك أمر يخص المسيحيون من الكاثوليك وغيرهم نقف معهم. فنحن نؤمن في الاتحاد الإسلامي أن التعاون إنما يكون على الثقة، والثقة تبنى على المواقف. ما هي المواقف التي يتخذها الإنسان في الـ يعني وقت الشدة؟ وأنا أرجو يعني في ختامة الحديث هذا أن كل العلاقات التي يبنيها الناس تتحول إلى مشاريع وإلى قضايا مشتركة، لأننا كما قلت في بداية الحديث نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وأرجو أن نعرف ونعلم أننا حتى نستطيع أن نكسب ثقة الآخر أن نضع أنفسنا في موضعه. ولذلك يقولون في أمريكا put yourself in the shoes of the other person. فإذا وضعت نفسك في موضع الآخر وفكرت من خلال موقعه هو،
تتبين الفكرة أكثر وتتفهم الموقف الذي يعيش به فيه الآخر. والذين يعني قاموا بإرساء قواعد الحوار الديني في أمريكا الشمالية كان لهم هذه الرؤية، ولذلك أنشأوا يعني دكتور جمال بدوي وغيره كتيبات في هذا المجال. وأنا أقول أيضا لابد من تدريس هذه القيم في المدارس نهاية الأسبوع ويكند سكول والمدارس العامة، لأن التغيير إنما يأتي بتغيير التعليم والأفهام والأفكار، حتى يترجم ذلك إن شاء الله لمستقبل أحسن. والسلام عليكم. شكرا للإمام محمد حاج ماجد رئيس الاتحاد الإسلامي شمال أمريكا على هذه الكلمة التي ركز فيها على مبدأ التعارف وكيف أن هذا التعارف قد أدى إلى التكاتف والتناصر وانتهى إلى إنشاء مؤسسة تناصر بين أتباع أهل الأديان السماوية الثلاثة. فعلا هي تجربة قيمة وفيها دروس، ومن الممكن الاستفادة منها كلما وجد الإنسان في موطن أو في بلد توجد فيه هذه أو أتباع الأديان والاتجاهات، حتى لو كانت أيديولوجيات أو أفكار متناثرة أو مختلفة. شكرا له على هذه الكلمة وعلى التزامه بالوقت. والآن ننتقل والآن نبدأ مع الأخت الفاضلة الدكتورة مريم آية أحمد، عضو هيئة تدريس بجامعة ابن طفيل في المملكة المغربية. والأخت مريم آية أحمد لها مجهود أو لها أبحاث متعددة ومؤلفات متعددة فيما يتعلق بجانب الحوار، ولتتفضل مشكورة على أن تلتزم بالوقت. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، سيد رئيس اللجنة المحترمة، السلام عليكم. يطيب لي بداية أن أطرح قصتي مع مشروع حوار الأديان وتاريخ ومقارنة الأديان، لأقول اليوم أن هذا المشروع لم يكن بروباغندا إعلامية طرحت علي، ولم يكن أجندة سياسية خضعت لها، وإنما بدأت هذا المشروع يقينا مني عندما قرأت كتابي العزيز من أن أصول الحوار ينبغي أن تكون فرضا شرعيا. فبدأت من منهج المقارنة وأنا أقرق وأدعشت مع جيراننا كانوا من الإسبان، وكنت دائما أتساءل عن ما معنى أمي تقول لي هذه السيدة التي تأخذني للمدرسة وإذا مرضت تأخذني للطبيب نصرانية، فأقول ما معنى نصرانية؟ فبدأ عندي سؤال البحث عن معنى النصرانية. بعدها بدأت أفتح كتاب الله العزيز لأعرف منه أن منهج المقارنة ومنهج الحوار حاضر بقوة في القرآن الكريم، لأن الخطاب حينما وجه وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وحينما أقرأ أيضا قل فعل أمر، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى، يعني أن الأمر هنا مطروح علينا أن ندعو الآخر إلى موائد الحوار وأن ندعوهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم. حدد لنا موضوع، حدد لنا محور النقاش، ثم حدد لنا آلية النقاش، وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم للاستثناء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. آليات المناظرة حاضرة بقوة في هذا المشهد القرآني لموائد حوار الأديان. فمنذ ذلك الوقت بدأت أحاول في البحث وتأصيل هذا المشروع الذي يعتبر في العديد من دول العالم الإسلامي أنه مشروع خارج عن العلوم الشرعية، مشروع لا علاقة له بالإسلام، وأن كل مواضيع الحوار هي مواضيع مشبوهة، هي يعني لها أجندات حساسة أيضا
لأنه معروف أننا نناقش الأفكار، نناقش السياسة، نناقش الاقتصاد، لكن مناقشة العقائد هذه أمور متجدرة في القلب، يصعب جدا جدا مناقشتها. وبالتالي اليوم حينما نتحدث في مشروع عندنا حوار وعندنا لا حوار، أمامنا طريقين، نعيش في عالم الآية الكريمة تقول قل يا أهل الكتاب، تقول عفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مشكلتنا اليوم هو عدم التعارف، أننا نجهل بعضنا البعض، فجهل بعضنا البعض يسبب لنا حروبا، لا نقول بين الأديان فقط، وإنما في الدين الواحد أيضا هناك إشكالات داخل الانتماءات الضيقة والمذهبية داخل الدين الواحد، هناك صور نمطية مفروضة أو تحكم على الغير المنتمي لانتمائنا. وبالتالي هذا العالم المتغير اليوم في إطار زمن التكنولوجيا التواصل سنجد أمامنا حروب فكرية، حروب دينية، حروب مذهبية، حروب ونزاعات قد تؤدي بنا إلى اللاسلام الإنساني. وبالتالي إذا كنا نقول أن الأديان هي مقاصدها الإنسانية هي المحبة، فنرى أن قمة حب الله هو قمة الفناء في خدمة الإنسان، فكيف نقدم هذه الخدمة الإنسانية، وكيف نفرق في الحوار بين ألوان من الحوار، حوار الحياة الذي ينبغي أن نعززه بين شبابنا وجيلنا في المستقبل، وهو حوار الحياة بين العامل والصانع والفلاح، حوار البسطاء، كيف يمكن أن يبنون حياتهم ويتعايشوا على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية. ثم عندنا حوار التعايش الإنساني على مستوى أعلى، بمعنى كيف يمكننا ونحن على هذه الكرة الأرضية أن نختلف ونتنازع، وعندنا مشروع أسلحة الدمار الشامل الذي حينما سيأتي يوما لن يفرق بين يهودي وبين نصراني وبين مسلم وبين بوذي. وبالتالي علينا أن نتحرك جميعا في إطار المشروع الإنساني لمحاربة أسلحة الدمار الشامل، لمحاربة الحروب والنزاعات الدولية التي تهتك فيها الأعراض وتقتل فيها يقتل فيها الأبرياء. علينا أيضا أن نهتم بموضوع البيئة، التلوث، مواضيع التربية والتعليم، وأركز على التربية والمعرفة، لأن أهم نقطة الآن تواجهنا هي غياب مناهج في علم مقارنة الأديان أو في الحوار بين الأديان. الحوار بين الأديان لا يمكن أن يعقد داخل قاعات مغلقة، القاعات المغلقة فعلا هي تعطي إشارات للأفكار، ولكن هذه الأفكار علينا أن نتقبلها ثم ننزل بها إلى المجتمع كل من زاويته، ونبدأ في تفصيلها انطلاقا من مناهج عملية في تعزيز أدبيات الحوار والإيمان بالتعددية وبالتنوع، سواء في الانتماء الفكري أو الانتماء الديني أو المذهبي. إذن من هنا بدأت فكرة الحديث عن مشروع في أمام طلبة يأتونك ويقول لماذا ندرس حوار الأديان بينما إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا ينبغي أن نعرف أن الدين والإسلام، الإسلام معناه الاستسلام والخضوع لله، ونوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وكافة الأنبياء دعوا باسم الإسلام، بمعنى الإسلام ليس هو آخر ديانة وإنما الخضوع والاستسلام لله تعالى. ومن هنا جاءت الآية الأخرى التي تقول لكم دينكم ولي دين، اعتراف كامل. ثم نجد أن الإيمان كمسلمة، إيماني قد ينقص أو قد لا يعتبر الإيمان كاملا للمؤمن، لأن الإيمان لا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فكيف أؤمن بالملائكة والكتب والرسل وأنا أجهلها ولا أعرفها؟ إذن من هنا بدأت فكرة تعزيز مشروع الحوار انطلاقا من تشريع وتأصيل قرآني، ثم رؤية استشرافية مستقبلية. نرى بأن مشروع حوار الأديان هو لا يدخل في إطاره الضيق الإطار الديني، وإنما يدخل في العدالة الاجتماعية، يدخل في السلم الاجتماعي الداخلي، في الأمن الروحي للمجتمعات، في الأمن الفكري للمجتمعات،
وأيضا يدخل في إطار استراتيجية البعد المستقبلي لفض النزاعات الدولية. كيف يمكن لهذا الدور أن نعطيه هذا المقام؟ إذن هذا المشروع استدعانا إلى عقد أوراش تدريبية لمجموعة من العلماء أتونا من مختلف البلدان، وآخر محطة نجحنا فيها هي مجموعة من باحثين جاءوا وأساتذة من دالاس تكساس، والآن يدرسون الثقافة الإسلامية ويدرسون تاريخ الإسلام في المدارس وفي ثانويات المؤسسات بدالاس تكساس. أيضا كانت هناك ندوات حول دور المعرفة بشراكة مع مركز الدوحة الدولي مشكورا في تعزيز قيم الحوار بين الأديان. كيف يمكن لرجال الدين ونساء الدين أن يتخلصوا من عقلية التكلس التاريخي في الحديث فقط عن موضوع المعاملات الضيقة والطقوس الضيقة داخل دين واحد، دون أن يفرزوا أن الأديان كلها تدعو إلى المعرفة وجعل المعرفة فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، لأن بالمعرفة سنحصن أبناءنا وجيلنا بمناعة قوية ضد كل النزعات الطائفية وكل النزعات التي تدعو إلى التعصب والجهل وحرق الناس أحياء، كما نرى في بورما الآن، وفي الناس تحرق أحياء فقط لانتمائها الديني، وكما رأينا في التاريخ من صراعات مذهبية رهيبة لم تكن فقط بين الأديان وإنما كانت بين الدين الواحد. نعرف صراعات الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت داخل الإسلام، أيضا عندنا صراعات بين المذاهب داخل اليهودية، ويعني عرض القيم الذي قدمه الأخ في إطار تأثر المذاهب اليهودية وموسى بن ميمون بالخصوص في الأندلس الذي كانت قمة في التسامح الديني، وأنه حينما ألف موضوع دلالة الحائرين وتأثر بالفكر الاعتزالي المسلم، أيضا سعد بن قاون الفيومي الذي كتب في الأمانات والاعتقادات حينما تقرأ له تجد كأنك تقرأ لفقيه مسلم. هذا التعايش لم يولده إلا المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة، وشكرا لكم. شكرا للدكتورة مريم على هذه الورقة ومشوارها مع حوار الأديان، حيث طافت بنا في عدة مجالات ولا نستطيع حصرها وعدها، ولكنها انطلقت من كلمة ومن التعرف على معنى كلمة النصرانية ونصرانية، ثم ركزت على مسألة مبدأ التعارف، ووصلت إلى ضرورة الحوار، ووصلت إلى التربية والتعليم وكيفية التركيز على هذه المناهج لإدخال علم مقارنة الأديان في المناهج الدراسية، وكذلك عرجت على البيئة وتناولت مسألة أسلحة الدمار الشامل وما شابه ذلك من هذه القضايا التي يعني الإنسانية أو أساس عجزوا وما زالوا عاجزين عن يعني وضع أسس وقواعد لها. على كل نشكرها على هذه الورقة وعلى التزامها بالوقت. فبالتالي هنا عندما نتحدث كذلك عن مسألة الحوار نركز على جزئية الحوار بين أتباع الأديان، الحوار بين أتباع الأديان وليس الحوار بين الأديان. وعليه سننتقل إلى الأستاذ الدكتور طارق رمضان ومن سويسرا، وسيحدثنا كذلك في 10 دقائق عن تجاربه الشخصية في مسألة حوار الأديان. الأستاذ الدكتور طارق رمضان له صولات وجولات في الغرب فيما يتعلق بمسألة الحوار وما يتعلق بالنقاش تجاه القضايا التي تمس الإسلام والمسلمين في حقيقة الأمر، فبالتالي معروف هو في هذا الجانب، ونسعد أن نسمع منه يعني هذه التجربة الشخصية الناجحة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة مواجهة التيارات الغربية وهي تعادي أو لديها أفكار خاطئة عن الدين الإسلامي، فليتفضل على أن يلتزم بالوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. طلب مني أن مع الأسف يعني التنسيق مع مكتبي كانت يعني الكلمة تكون باللغة الإنجليزية، كانت هناك يعني
أديان، فإن شاء الله سأتحدث باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك النقاش إن شاء الله يكون باللغة العربية. فبعض النقط فقط يعني بما يخص الأمور الذين نعيشها يعني في التي نعيشها في الغرب، يعني إن شاء الله يكون بعض المسائل تكون حسب التجربة الشخصية. I will speak in English. It's a quick talk and very few thoughts about this. In fact, my invitation here was a bit hectic, so I'm trying my best to come to some of the thoughts that I may have on this discussion. I was born in Switzerland and raised in Switzerland in a non-Muslim majority country. And from the beginning, it started 25 years ago. I was involved in interfaith dialogue with Christians, all the traditions, Buddhists, all the traditions, Hindus, Jews, and even in some of our panels, people who were saying we should be involved in the dialogue with religions, even though we don't believe and we don't have a religion. And it might be in our societies, and especially in secular societies, that we have to think about having people speaking about values and not only people belonging to religions. It's important to have this discussion, not in the Middle East, maybe not in some countries, but in the West. It's an important discussion that we need to have. 25 years, and I was asked to speak about what was successful. And all what was said here, it's, I think, successful story, people coming together, working together, having discussions, and working on the common ground. Out of my experiences, what I want to say is what should be improved in that field, as something which is my personal take. To have meetings like this every year is good, but to keep on repeating what is successful without talking about what should be improved might be counterproductive. So my position and my thoughts on this is just to say something about 25 years sitting with specialists. Many of the people that I can see here, I met them in other settings. We are all nice, all fine, all religions are good, and we have common words. And we keep on repeating verses that we know from a Muslim viewpoint. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. We know this. Ya Yuhannas, or ta'alaw ila kalimatin sawa, we say this. We have all these words. Now, if we come to the ground, if we come to what is happening now, in fact, interfaith dialogue is completely marginal in our societies, in the Middle East, in Africa, in the United States, and in Europe. It's a marginal take. We are marginal. We are marginal in the way we are not heard by our own people. Many of the specialists are specialists talking to one another. We are nice to one another. Now we have to be connected to the people, because we don't need interfaith dialogue. People need on the ground. People need in our societies. People need everywhere. The first question to be successful is to stop talking to one another in closed circles and to talk between societies and citizens and people of faith. And people have common challenges. So the first one here for me is to come to something which is essential. It's the dialogue of the centers. And this is what I am experiencing now with some of the philosophers, some of the religious people, priests, Christians, rabbis, Buddhists. The dialogue of the center is first to be able to say, what is your concept of God? When Muslims are saying "Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir," we mean something which is important as to tawheed, the oneness of God. What do you mean by this? The concept of human being. Wa laqad karramna bani Adam. This, we gave dignity to human beings. What do you mean by this? Why do you have to come to this? Because now we have two problems.
in our societies, in the Middle East, everywhere in the world, and especially in the West. The problem is that all the religions are now challenged by sciences coming to challenge our understanding of human dignity. When you have bioethics, when you have cloning, when you have all this, the answer that should come from religious voices is, what is your take on human dignity? لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ means in any society, even secular societies, the Muslims should be heard, the Christians should be heard, the religious voices should be heard by saying the dignity means that we have to stop doing things that are against human dignity. We have now, in the most industrialized society, people acknowledging that it's legal to torture. Torture. Torture is against human dignity. If you are serious about the dignity of human being, from the Jewish, the Christian, the Muslim, the Buddhist, the Hindu, and even the philosophical side, you cannot accept torture as something which is permissible. Where are the religious voices? This has nothing to do with politics. This has to do with human dignity. If we are not in this discussion, we are not successful. We are talking to one another saying, you are nice, we are nice, let us be nice on the margin of a bad society. And I think that this is where we should ask ourselves about the concept. And then when it comes to bioethics, now to have marketization of organs, you can sell and buy. Where are the religious voices? We need not only to have committees, we need to have a voice in our society. And this is something, I think, which is the dialogue of the century. The concept of God, the concept of human being, the concept of dignity, and the concept of justice from within, from the center. التوحيد لهم